السلام عليكم. نظرا لما يحدث في الكرة المصرية والعربية والعالمية، جئت لك اليوم لكي أخبرك وأطلعك عما يحدث في الكرة المصرية والعربية والعالمية من تفاصيل وإحصائيات وأخبار عن الكرة المصرية والعربية والمنتخبات العربية والعالمية. ولكن كل طلب منك يا صديقي، عايزك تنتظر معايا لآخر الحلقة، ولو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان نوصل كل حلقاتي أول بأول. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، والبداية ستكون من كيان، من كيان يوجد به بعض المغرضين يحاولوا أن يهدوا هذا الكيان، وهو كيان درويش مصر ودرويش العرب. يوجد بعض السوشيال ميديا الأكاذيب على السوشيال ميديا تهاجم النادي الإسماعيلي من احتقان جماهيري. نحن هنا ليس من أجل الاحتقان الجماهيري يا صديقي، نحن هنا من أجل أن نكون حياديين ومصداقيين في كل أخبارنا وفي كل تفاصيلنا وفي كل إحصائياتنا. نحن هنا من أجل أن نطلع جمهورنا على الصدق والصراحة والوضوح. ولكن أريد أن أخبرك وأطلعك عما هو الدرويش. الدرويش هو من؟ وهو الإسماعيلي، هو أول فريق عربي وأفريقي يحصل على البطولة الأفريقية. الإسماعيلي هو من صنع النجوم، الإسماعيلي هو من أخرج بركات وبوتريكا وأحمد حسن وعماد النحاس وسيد معوض. الإسماعيلي هو من يصنع النجوم وليس من يصنعه هو هذه الأشخاص. هذه الأشخاص هي من كانت تلعب في الإسماعيلي، وليس الإسماعيلي كان يلعب عنده. الإسماعيلي نادي كبير يعشقه الملايين من المحيط إلى الخليج، فلابد عندما تتحدث عن كيان اسمه الدرويش لابد أن تعرف عن من ستتحدث. الإسماعيلي كبير، كبير بجمهوره، كبير بإداراته، كبير بلاعبين السابقين. الإسماعيلي هو من نجم حسني عبد ربه، محمد حمص، قاهر الإيطاليين. اوعى تنسى يا صديقي، محمد حمص هو من أحرز في بوفن. اوعى تنسى حسني عبد ربه هو من حصل على العديد من البطولات مع المنتخب المصري مع الإسماعيلي. لابد أن تعلم الدرويش. عندما تتحدث عن رئيس نادي الإسماعيلي بطريقة سيئة فأنت تهين جمهور الإسماعيلي وتهين إدارات الإسماعيلي وتهين شعب الإسماعيلية وتهين محب الإسماعيلي في كل مكان. عندما تتحدث وتقول أن نصر أبو الحسن يلم الزجاجات من أجل أن يفك قيد نادي الإسماعيلي فأنت كذاب، وأنا أقول من هذا مكاني أنت كذاب، وأنت شخص من الأفضل أن ترحل بعيد عن السوشيال ميديا أو أن ترحل، لأني لن أرحمك لأنك شخص سيء، شخص تسيب الجمهور. نحن هنا لن نهاجم أي شخص، نحن هنا لن نهاجم أي كيان، بالعكس نحن هنا نساند الكيانات. الزمالك والأهلي والمصري والاتحاد وكل أندية الدوري المصري، نحن هنا من أجل أن نسندها ونشجعها وندعمها بكل ما عندنا من طاقة. سنكون مع هذه الفرق، سنكون من أجل الحيادية مع هذه الفرق. نحن لا نهاجم الأندية الشعبية والجماهيرية بالعكس، ولكن عندما تقول هذا الكلام عن رئيس نادي الإسماعيلي فلن يكون الموضوع سهل يا صديقي. سأهاجمك بكل طاقتي، ولو أنت صديق عندي على القناة فلابد أن ترحل سريعا. بعتذر لكل حبايبي حريفي في كل مكان لو أنا كنت متعصب، ولكن ظهر شخص على السوشيال ميديا طلع يهاجم النادي الإسماعيلي ورؤساء النادي الإسماعيلي الموجودين حاليا والسابقين للنادي الإسماعيلي. لابد أن يعلم عن من سيتحدث أنه كيان اسمه درويش مصر ودرويش العرب. لابد أن تعلم عندما تكتب كلمة من سيتحدث عنه. سريعا كده أخبار الدرويش. عودة ياو أنور من منتخب توجو بعد مباراة السنغال والتعادل منتخب توجو مع السنغال في تأهيل لكأس العالم 2026 بالمكسيك. تعادل منتخب توجو مع السنغال. ياو أنور عاد لمنتخب توجو عن طريق الإسماعيلي، الإسماعيلي الذي يصنع النجوم. فلابد أن نعرف كم هو حجم الدرويش وكم هو حجم الإسماعيلي. طبعا الكابتن إيهاب جلال الذي دار في يوم من الأيام المنتخب الوطني حتى لو لفترة قصيرة، ولكن كان يرأس المنتخب الوطني، وهو الآن الرئيس أو المدير الفني للنادي الإسماعيلي. الكابتن إيهاب جلال يستعد لنادي بيراميدز عن طريق معسكر مغلق مفتوح. الكابتن إيهاب جلال يسحب الموبايلات من لاعبي الإسماعيلي والتركيز على التدريب فقط، تدريب صباحي وتدريب مسائي على فترتين، ورفع الحمل البدني للاعبي الإسماعيلي. الكابتن إيهاب جلال يجهز بعض لاعبي قطاع الناشئين ليكونوا
متواجدين مع الفريق الاول ليحدث انسجام بين الفريق الاول وبين قطاع الناشئين. كابتن ايهاب جلال يحاول يعالج الاخطاء التي وقع فيها لاعب الاسماعيلي في الفتره السابقه في من اخطاء دفاعيه وقله عدم التهديف. ياو انور سيعود للتدريب غدا، وصل الاسماعيليه امس ولكن الكابتن ايهاب جلال طلب اراحته وسيعود للتدريب غدا باذن المولى عز وجل. طبعا الكابتن ايهاب جلال طلب من محبي ومشجعي الاسماعيلي ومحبي نادي الاسماعيلي ولاعيبه السابقين بالنادي الاسماعيلي ان يكونوا متواجدين اليوم بفندق الفريق الاول بالنادي الاسماعيلي لمؤازره الفريق ومسانده الفريق. طبعا سيتواجد كل اللاعيبه السابقين لنادي الاسماعيلي وعلى رسوم الكابتن علي ابو جريشه والكابتن اسماعيل هيبه. طبعا الاسماعيلي يسعى جاهدا ل الوصول الى المكانة التي تليق به. مسؤول الاسماعيلي يسعى جيدا للتواصل مع حلول مع اللعيبة التي ترفع قضايا ضد النادي الاسماعيلي في الفيفا، شلونجو وجون موريل واللاعب بن خماسة وخالد النبريسي، لحل هذه المشاكل وديا واحتواء هذه المشكلة وفتح القيد في يناير. نتمنى من الله عز وجل ان تحل هذه المشكلة في اسرع وقت. سريعا كده عشان باقي اخبارنا، طبعا فاز امبارح كان مباراة في دوري ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي فاز على الفريق الغاني او منجم الذهب الغاني ب3 اهداف، ولكن في افضل، الاهلي في احسن من كده كتهديف، ضاع كتير وضاع فرص وضاع، ولكن النادي ده كان ممكن يقدر يخلص المباراه بسهوله جدا بعد الانفرادين اللي حصلوا على الشناوي في اول اللقاء. سريعا النهارده في طبعا لقاءات، وطبعا لن ننسى تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي امس بهدف لهولاند وارلوند ليفربول. ليفربول سيكون الافضل وانا متاكد. طبعا هولاند خارق، مع غير هولاند لاعب غير طبيعي، هولاند لاعب غير ممكن ان يكون هذا اللاعب الا في الدوري الانجليزي. هولاند لاعب اكثر من رائع، لاعب هداف، حصل على هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي والموسم ينافس بقوه على حصاد هداف الدوري الانجليزي في هذا الموسم. سريعا مباراة اليوم، في مباراة هامة اليوم، طبعا فيوتشر يلعب سوبر سبورت يونايتد في مباراة هامة، المباراة ستقام في مصر في القاهرة. وطبعا الزمالك سيقابل ابو سليمة الليبي اليوم في ملعب استاد السلام. نادي الزمالك يريد ان يعدي هذه العقبه، عقبه ابو سليمه، ويكون افتتاحيه رائعه في دوري المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه. طبعا نادي الزمالك يسعى جاهدا لحصاد اول ثلاثه نقاط على حساب ابو سليمه. نتمنى للزمالك المصري الافضل، نتمنى الانديه المصريه والافريقيه التي تلعب في افريقيا، فيوتشر، الزمالك، الاهلي، بيراميدز، أن يكونوا في أفضل حال في بطولاتهم في أفريقيا، لأنهم يلعبوا باسم مصر، أنهم يلعبوا باسم وطن. ده بالنسبة لمباريات أفريقيا أو الكونفدرالية اليوم. مباراة واحدة بس في دوري أبطال أفريقيا لظروف سان داونز لديه بعض المشاكل، وكان سينسحب من هذه البطولة بسبب هذه المشاكل وضغط المباريات، فسان داونز اليوم يقابل نيازور السيراليون في مباراة هامة. طبعا في مباريات اليوم في الدوري الانجليزي، اليوم سيقابل توتنهام استون فيلا في مباراة هامة تهم توتنهام. توتنهام عامل لقاءات اكثر من رائعة في اخر اسابيع، توتنهام في البطولات الاوروبية طالع بطريقة غير طبيعية، توتنهام شكله افضل هذا الموسم في ظل هذا الكيان وفي ظل هذا الجمهور الكبير، توتنهام في مكانه افضل.
وفي السادسة مانشستر يونايتد وإيفرتون في مباراة هامة. النهاردة طلعت سريعا كده أتحدث عن ما حدث في الإسماعيلية وما حدث من مهاجمين السوشيال ميديا أو الناس التي تهاجم الإسماعيلية عن طريق السوشيال ميديا أو تهاجم كيانات وليس الإسماعيلي فقط. الذي يهاجم الإسماعيلي أيضا سيظهر من يهاجم الزمالك ويهاجم الأهلي ويهاجم الأندية الكبيرة مثل الاتحاد والمصري وأندية كبيرة. لابد أن نعلم حجم هذه الأندية. أتمنى من كل حبيب الحريف في كل مكان لو الحلقة عجبتك لا تبقى لحبيب الحريف نوصل بإذن المولى عز وجل في الحلقة دي 5000 لايك دعما لحبيبك لحبيبك أخوك الحريف الذي يسعى ليسعدك. زر بضغط زر صغيرة فعل الاشتراك وتكون معايا على طول بإذن الله العظيم. يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.